دلوقتي مشاهدينا نتابع مع حضراتكم ان شاء الله ابرز واهم الاخبار المقرر حدوثها اليوم. اخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها ان صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي هيعلن نتائج دراسه تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الادمان واثره على تحسين جوده الحياه لديهم، وده تحت رعايه دوله رئيس مجلس الوزراء. النهارده هتعقد وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني اجتماع من خلال قاعه الفيديو كونفرنس الساعه 1 ظهرا بحضور مدير التعليم العام بالمديريه ومديري المراحل التعليميه الابتدائي والاعدادي والثانوي والتربيه الخاصه والموهوبين ومديري عموم الادارات التعليميه، وده لمتابعه الاستعداد لبدايه العام الدراسي الجديد 2024-2025. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور نصف نهائي كأس مصر، هيلتقي زاد مع الإسماعيلي في تمام الساعة 6، وفي الساعة 9 ليلاً هيلتقي بيراميدز مع المصري.